نقاش 2.0 كتجيكم كل حد بجديد انترنت والاعلام واللي غتحتفل حتى هي باليوم العالمي للمراه مع الضيفات ديالنا خديجه بوجنوي المديره الماليه ديال القناه الثانيه والمكلفه باللجنه ديال المناصفه والمساواه واللي خدات مجموعه من الالتزامات فيما يخص مكانه المراه في الاعلام المغربي من خلال واحد الميثاق ديال تحسين صوره المراه في هذا الاعلام. كاين كذلك زينب غراس واحده من المؤسسات ديال ستارت اب ماروك واللي غتهضر لنا على مكانه المراه في المقاولات في المغرب وخاصه في العالم ديال لي ستارت اب. وفي لو باز غادي نشوفوا واحد الحوار خيالي وعجيب اللي دار فيما يخص الحق ديال المراه في السياقه. تي في دو موند غادي نكتشفوا تيريان. وبمناسبه 8 مارس اصر شكيب عصفور انه يوجه واحد الرساله للنساء المغربيات. اذا كونوا في الموعد مع نقاش 2.0 نهار الاحد مع 7 على 2 ام.